والمكلف بالإشراف على تنفيذ مشروع تطوير بحيرة قارون. النهارده لما جينا نشوف مشكلة التلوث اللي جاية لي من مصرف البطس، اللي هي تقريبا بتمثل من 65 لـ70% من التلوث اللي موجود في بحيرة قارون. فحاولنا ندور على أبسط الحلول الغير مكلفة اللي ممكن نوصل بتنقية للمية اللي داخلة بنسبة مش قليلة. فابتدينا نعمل فلتر زلطي بسيط، بحيث ان انا بدخل الميه بحجز كل المعلقات اللي موجوده فيه وكل الشوائب، وبدخل الميه متفلتره، نسبه الامونيا فيها بتتغير، بتبقى فيها تحسن، فدي تبقى بدايه كويسه لتطوير بحيره قارون. فابتدينا التجربه دي، خدنا القطاع بتاع مصرف البطس وابتدينا نقسمه لمجموعه من الفلاتر الزلطيه، بحيث ان مجموع الفلاتر دي يساوي المكعب اللي جاي لي من مصرف البطس ونسبه عامل احتياطي حوالي 30% زياده، علشان لو في حصل اللي قسمناها ل 10 فلاتر، 5 في الاتجاه البحري و5 في الاتجاه القبلي، وعلشان لو حصل اي مشكله او اي اطماء او اي تقصير في تنظيف الفلاتر، فما يتردش الميه على الجسور تاني وترد على الاهالي ورا. عملنا فتحات للفايز عباره عن 4 مواسير شمال و4 مواسير يمين، هيتعملوا في المراحل اللي جايه، بحيث ان مجموع المواسير دي بيستوعب ان يخرج لي تقريبا كل ميه الفايض لو حصل اي مشكله عندي في الميه. الفلتر الزلطي عملناه وحده بسيطه قوي، عباره عن جزء الاسفل عباره عن جزء من الصاج مخرم خروم، بحيث يسمع بدخول جميع المياه اللي داخلين من مصرف البطس، تخش على حوض من الزلط المتدرج، تخرج المياه منه متعالجه وتخش لي على فراغ بين الاثنين، بحيث لو في اي ترسبات بتترسب في المكان ده وبتروح مكمله بيحصل لها فلتره تاني، بحيث المياه تخش لي معالجه بنسبه كبيره. في بوابه للدخول وبوابه للخروج بتسبق الفلتر قبليه وبعديه، بحيث لو انا عايز اعمل اي تنظيف للفلتر في اي وقت بروح قافل البوابات دي وبنشف شويه الميه اللي موجودين وبنضف الفلتر وبرجعه تاني لحالته الطبيعيه. ده فكره المعالجه الميكانيكيه او الفلتر الزلطي بطريقه بسيطه، وان شاء الله طبعا النتيجه بانت، لان بعض التحاليل اللي اتعملت على الميه ان نسبه الامونيا كانت 1 وصلت دلوقتي من 4 لـ5 من 10. فان شاء الله مع تطور الفكره وان انا اعمل المشروع بالكامل، اعتقد ان ممكن البحيره يبقى فيها تنقيه بنسبه كبيره. شكرا. واللي مكسور يتصلح، شاركتني وحالي
مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية، ابني طول ما في كمال، ابني لين
نمشي.